هذا وقع. السلام عليكم ياكم هيثم. اليوم راح نبدل واشر قبق ولفات السيارة. طيبة بالبداية الاير بوكس او الشوتة انوخره هنا يصير نظام الطباقات او كبس تشلعه، وبالطرف النهائي مالته اكو برقع 10 تفتحها، ورا ما تفتح البرقع 10 تقدر تسلكه بهذا الشكل يطلع كله قطعة واحدة ما يحتاج تفتح اي شيء. نجي هنا نباوع على البراغي مالته كلهن قياس 10، والحلو بهذا القبق انه البرغي يبقى واقف مكانه حتى من تفتحه ما يطلع من مكانه. واكو برغي جانبي هنا هذا ما ننسى. نوخر وايرات البلكات مثل ما تشوفوا عليه اثار دهن وجاي يصير يعني انه بي تسريب، لكن تسريب مالته بسيط نسبيا. نبدي نفتح البراغي قياس 10. هنا أنا كان اكو مدري شنو فد وسخ وما قدرنا نفتحها بالبداية، وهنا أنا هم فعفته ورحت على غير واحد. دائما من البرغي مثلا اذا يضوجك او ما جاي ينفتح وياك عبره وروح على غير واحد بعدين ارجع له. تمام، فهسه احنا تقريبا راح نرخي كل البراغي، البرغي الجانبي كذلك. ونرجع على البرغي ذاك اللي مقبل ينفتحه ونفتحه. وبعدها عندنا صوندة البخار هم نفصلها ونشلع القبق كليته هيجي. طبعا هاي الصوندة هم يبسانة يحتاج لها تبديل، يبسانة صايرة حيل قوية. هنا أنا ذا نلاحظ الكور انه نظيف جدا، لان احنا نبدل الدهن كل 2000 كيلو. مع العلم هو الدهن سعره تقريبا 17 ألف، يعني انه 3.5 لتر مالته ب 17 او 18. فالفكره بالدهن انه انت دائما تكون تبدله بوقت قليل احسن ما تخليه يبقى بالسياره ويحترق. هنا هذا مكان الواشر ننظفه مثل ما نلاحظ، لان اذا صار دهن ممكن من احنا جاي نضب يزحلق من مكانه ويطلع من مكانه. نيجي هسه على القبق، نجيب له منظف مال دهون، لكن هذا منظف الدهون مو كلش زين. يعني تحتاج تفرك بيدك وراه عادي ما يخالف. يعني طبعا لاحظ على كل الاتجاهات نحاول نوصل عليه. هنا طفت الكهرباء، استمر رغم طفية الكهرباء. طبعا هاي سيارة اخويا، فخاف اكو شي ما عاجبكم هاي، فبكيفنا نريد نخربها للسيارة. هسه نجيب بنزين او غاز ونجيب هذا مسدس ويا الكمبريسر يعني، ونبدي نضخ على القبق لحد ما يتنظف. يعني هي هاي طريقة مو كلش فعالة بالعادة، لكن احسن ما تظل انت مثلا تفرك بيدك او فرشة، يعني مرات اكو مكانات ما تقدر توصل لها بالفرشة. فعاد هاي العملية تعيدها مرة مرتين، شوف ايش قد حسب انت السيارة مالتك ايش قد وسخة. هنا انا هم بالاسفنجة هم شوية اكو مكانات كانت قوية فحركناها، ورجعنا عليها بالبنزين من جديد مرة مرتين ثلاثة لحد ما نقتنع انه احنا ها هي تنظفت. يعني فتشي يرضيك، مو شرط انه تخليها تلمع لمع. هذا الواشر الجديد نقعده بمكانه ونتأكد من عنده انه ما راح يطلع من مكانه. شلون نتأكد؟ نقلبه للقبق ونحاول نحركه شوية نشوفه يطلع من مكانه لو لا. شلون بهاي الطريقة؟ اذا وقع لازم ترجع تثبته من جديد، او تخلي سيليكون هيك فتشي نقطة بسيطة بس مجرد تلزمه. واذا تلاحظون البراغي قلت لكم ما تطلع من القبق، يعني تبقى لازقة بيه او مكلبة بيه. هنا انا ننزل القبق، نضغط عليه بايدي انا هيجي، اذا تشوفوا بايدي اليسرى شلون ضاغط عليه، والبراغي قاعد انزلهن بمكانهن. من ينزلن بمكانهن الوضعية تصير تمام، بحيث انت يعني لا تكون حيل ضاغط وتحشر البراغي. هنا انا جاي نمشي البراغي لكن على كيف، ما جاي نضربهم ضربة قوية بالدريل،
بس مجرد جاي نمشيهن. والترتيب يكون من الداخل للخارج، يعني اللي بالنص بالبداية، وراها نطلع لي برا لحد الأطراف. لاحظ هسه هناك بالطرف، هسه نجي على الطرف الثاني. طبعا هذا كليته هذا مبدئيا، احنا بعدنا ما ضابين الضبة النهائية. هسه نجي نباوع نشوف الواشر خو ما طالع من مكانه، منا خو ما طالع لي برا. حتى اذا طالع لي برا عادي نقدر نفتح ونعيد من جديد، نقعده بمكانه صحيح. اذا كانت الوضعية تمام عاد ورا ايش راح نسوي؟ نجيب راجز ولقمة ونضب اليد. لاحظ اذا تنتبه على ايدي انه انا الضبة مالتي بسيطة، بديت بالنص برغيين. شوف هسه ذاك البرغي راخي اكثر، ليش؟ لان مرات انت مو تضب واحد بالبداية، تضب واحد مقابله فينزل القبق كليته، فاكو براغي ترخى. فبالتالي انه نبدي نعبر، شوف من الاطراف. لاحظ انه انا شلون ايدي جاي اضب براحة ايدي، حتى الراجز ما جاي الزمه، يعني مجرد هيجي باصابعي. هنا أنا نقدر نقول خلصنا، وهذا كان كل اللي عندي، وشكرا. في مالا او ما خلصنا كلش، لان اكو بعد برغي من الجانب هذا اللي جاي اشد بيه. هسه صدق خلصنا، هذا كان كل اللي عندي، وشكرا. في مالا.